قطعوا علينا طريق بيت ربنا الشيخ حمام، ما رعوش حاجة ولا حج ولا شيبة ولا حريم. خذ نفسك يا ابوي وارتاح. ارتاح كيف يا شيخ العرب؟ حتى طريق ربنا ما بقيش امان، نروح لمين يا رب؟ قطع لكم الطريق فين؟ قرب القصير ناحية البحر الاحمر. اطمن يا ابوي، الحصل ده في رقبتي. تفضل مجلس يا بولس واجل باقي الشكاوى لبكره. يتفضل مجلس وتعيد بكره بعد صلاة الصبح. مساعد خذ عمك الحاج في المضايف وعلى الجوف. تفضل. الشيخ سلام فين؟ ما بانش من اول الصبح. يقول راح فين بس؟ جابر نعم يا شيخ العرب. الشيخ سلام فين؟ شفتوش من ليلتها. أقول لك يا جابر. نعم يا شيخ العرب. راجل أنت ولا مرة وأنت غلاوي؟ راجل، ربنا خلقني راجل وهموت وأنا راجل. ساعات أغني على الدنيا وعلى الأحوال لما يبقى معايا البال والسبيب. لو رجل صح وابوك خلف فيك صح تطلع بفرسك على طريق القصير حد البحر الاحمر، شوف مين كبير العربان اللي قطع الطريق على حجاج بيت ربنا وتجيبهول لحد عندي حي. اجيبهولك؟ انا جوايا غل يحرق بلد. مليح، وهتاخد زرزور معك. زرزور ليه؟ انا عاوزه في شغلانة تانية غيرك خالص. زرزور. نعم يا شيخ العرب. هتروح مع جابر حد القصير وتشوف مين اشرف بيت او عيله، واظنهم بيت الشيخ العشري، تعسه وتروح له تقول له شيخ العرب همام عاوزك ضروري. حاضر. جابر عاوز قد ايه رجاله معاك؟ 50 كفايه؟ واحد يا شيخ العرب. وهتشوف جابر ابو جسم نحل الهوى هيعمل ايه في اللي قطعوا الطريق عن حجاج بيت ربنا. بس ليه يا طلب؟ قول انا سامع. هاي السبيب ربابة بدل اللي كسرتها وتشيع تجيبها لي انت. حاضر يا جابر، ترجع تلقاها. عاوز ربابة الفارس اللي عاد شيع القطاع الطرق. والله لو وصل لآخر فرشوط يبقى لك الكلام. هتشوف. توكل انت يا جابر. هيكون راح فين بس الشيخ سلام؟ تلقاه ببيت الشيخ يوسف. أنا قلبي مشغول عليه قوي.